دفعة شو رايحة أنت توصليهم على المدرسة؟ بتعرف إني ما بحب روح، أنا بس بروح إذا كان في اجتماع للأهالي، كمان بمل وبنام هنيك. ما بعرف ليش ما بتروح أنت، شو ناقصك؟ أنت انسي ولا يهمك، لا تتضايقي. يعني مو ضروري كتير نروح على عندهم، بس يعني نحن لازم نمر كل فترة وفترة، وهي نحن منروح على اجتماع الأهالي، ما هيك؟ عن جد؟ إمتى حضرت آخر اجتماع للأهالي؟ إيه كان الأسبوع الماضي كان في اجتماع. بس أنتوا ما إجيتوا عليه، مرت عمي اللي إجيت. تعي لشوف حبيبتي شو مرتفعة حرارتك. إيه والله مرتفعة شوي، لكن خليكي مرتاحة، بس تعي لعندي. إيه بابا روحي إيه تعي شربي. روحي بابا. يلا حبيبتي شربي، برافو عليكي شطورة. شو معروف وينه؟ صحيح وينه معروف؟ ليكو إجا. شو هاد؟ ليش مو لابسة تياب المدرسة؟ ماما قالت لي إنه ألبس هدول وما ناقشة. ميرا ليش ما جهزتي للمدرسة أنتي مثل العادة؟ رحت لهنيك مشانه بس سلفتي رفضت، قالت هي اللي بدها تجهزه اليوم وأنا انشغلت بالبيت. مو مشكلة، المهم لو شو ما كان رح تروح على المدرسة. يلا يلا حبيبتي تأخرنا، يلا أنتي لازم تخلصي كل الكاسة. يلا يلا خلينا نمشي. عمي اجيت، شو الأولاد جاهزين؟ جاهزين. وقيتي شو صاير معها؟ مرتفعة حرارتها شوي لهيك رح تبقى بيدي. خير خير يا جدو. شو القصة طالع حلو اليوم يا عفريت؟ بابا مو عادتك انه توصلون اليوم عيد الجد، ما هيك؟ عن جد؟ وكمان هي ما بتعرفها، لهيك بدي روح. ممكن روح؟ طبعا طبعا بابا. يلا يلا يا أولاد، يلا يا أولاد قولوا باي باي. معقول؟ أبوك بده يروح على المدرسة؟ ما سمعتي اللي قالوا من شوي؟ اليوم في عيد للجد بالمدرسة. معقول يكون مشان هيك؟ ولا في شيء أنسى بالمدرسة يعني؟ لا 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 هذا مستحيل، كل أنسات المدرسة تقريبا من عمرك، أنا شفتهم بعيني، مو معقول يعملها. يلا يا جدو. شوف اليوم كل الجدود جايبين نسوانهم معهم، السنة جاي وقت العيد انت كمان جيب ستي. يلا تعوا تعوا. يلا رفقاتكم كلهم سبقوكم، يلا بسرعة اركضوا. يلا. الكل اخذ وشو صار بده يحكي بهذا الموضوع، ما عاد حدا استحى. عمي شو صاير؟ لا ولا شيء، بس أنا خايف كتير. من شو عمي؟ أنت بهاي الشغلة حطيتيني مشاكل كبيرة. مبارح طول الليل حلمت أني عريس وكان في كتير نسوان حوالي. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.